التقى وزير العمل محمد جبران رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتدريب والتعليم صفوة النحاس لبحث إمكانية التعاون في مجال التدريب المهني وتأهيل وتنمية مهارات وقدرات الشباب على المهن التي يحتاجها بالفعل سوق العمل. وأكد الوزير أن الوزارة بصدد تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.